طبعا مو بايام هي بايام تركيا. عنده ببغاء بالبيت، هالببغاء بابا حسن قليل الادب دائما بيسب الحكومه، هيك وهيك بالحكومه، هيك بالحكومه، ام الحكومه الى اخره، دائما دابو داب الحكومه. عنده رفيقه بالبيت قال له يا اخي هذا ما بيجوز، اذا هذا دري فيك بحسبه انت عم تعلمه الحكي. قال له يا اخي والله هلكني، جوعته وما نسي الحكي، عطشته وما نسي الحكي، شو بدي اعمل فيه؟ قال له اعطيني اياه، عندي مزرعه فراخ بحطه بين الفراخ شي 10 ايام بينسى. قال له خده، ناخده بالقفص، وفي فعلا عنده مزرعه فراخ هذاك فيه، فوتوا على المزرعه وحطوا بين 2000-3000 فرخه. هدول الفراخ بحياتهم ما شافوا ببغاء اصفر واخضر واحمر ملون، بقى كلهم صاروا يدوروا حواليه، وهو واقف بقفص وعم يطلع فيهم. قال له العمى ولو بحياتكم ما شفتوا لاجئ سياسي. يعني عم حاسبين لي على البنس، عيادة الدكتور اختصاصي بأمراض الإذن والأنف والحجرة، زباين كتير عنده قاعدين. فات واحد شاب إيده ورمانة ومحمرة هيك، فات قال له دخيلك أنا مستعجل ومريض، شوفي إيدي بس مالي أخذ موعد للممرضة. قالت له ايدك يا اخي انت ما بتعرف انه هذا مو اختصاصي غير بالاذن والانف والحنجر. قال له بس ما بيداويني غيره. دخيلك بترجاكي شوفي ايدي. شفق قلبه عليه، قالت له طيب من رأيته؟ فات لعند الحكيم قال له يا دكتور ايدي هي شوفي. قال له يا ابني انا مو اختصاصي هذا، انا اذن وانف وحنجرة. قال له بعرف دكتور. رشك ايدك ورماني؟ قال له نحن رفقة مع بعضنا نلعب، هي بنحط ايدنا على الطاولة والباقي واحد بيعمل هيك والتاني بيضربوه على ايده. انا ما عم بقدر هرب ايدي، عم تيجي الضربات على ايدي رأسا. قال له طيب وانا شو دخلني ليش جاي لعندي؟ قال له ما عم بسمع هاي. وشكرا لكم، ولا يحرمني منكم جميعا. مسطول مسافر بالطيارة، خطر على باله بعد ما طلعت الطيارة بالجو، في ابنه معه لعبة فرد مسدس، خطر على باله يخطف الطيارة. أخذ المسدس من إيد ابنه، لكن عم بيظهر على علو داخ، بدال ما يروح لغرفة الكابتن رجع برجوع لآخر الطيارة. فتح باب دورة المي، لقى واحد قاعد حط الفرد بوشه قال له نزلها بقبرص. هذاك قال له بالحقيقة بدك الدغري، هي نزلت بس بقبرص، مرات قبرص ما بعرف.